have seen many of your students grow and progress and do wonderful things with their lives. وشفنا بزاف من التلاميذ ديالكم كيكبروا وكيطوروا وكيديروا شي حوايج اللي هما واعرين بحياتهم. A ship that we started actually about 5 years ago. And it was by accident in the beginning when I heard about them from some great friends, you know, that were here with LDS, the LDC. اهلا وسهلا. كما كتشوفوا احنا اليوم كنحتفلوا باختتام المخيم الصيفي اللغوي والتربوي اللي كنظموه يعني لمده ديال السنين الان. تنظن اليوم رقم 13، يعني الدوره 13 لهذا المخيم الصيفي الحضري. والحمد لله داز كل شيء يعني بخير. اولا يعني كانت هناك تشتيت في الانشطه، كانت هنا نفس الشيء اللي كنديروا يعني اللغات الحيه خاصه الفرنسيه والانجليزيه، وكناكدوا بزاف على اللغه الانجليزيه. كانت هناك عده ورشات فيما يتعلق بحقوق الطفل، حقوق الانسان، فيما يتعلق بالمهارات الحياتيه، فيما يتعلق بالتعامل يعني بالاطفال بيناتهم، لانه هذا هذه تجربه اللي هي تنظن من بين التجارب اللي كنقوموا بها، هو انه الاطفال خصهم يحترموا بعضياتهم، خصهم يبعدوا على العنف، يبعدوا على الادمان، على الانحراف، خصهم يعني يهتموا بالدروس ديالهم. ولكن يعني بغينا ناكدوا لهم بانه راه كاين واحد الحاجه اللي هي مهمه، هي المهارات الحياتيه، انه الحياه يعني فيها الدراسه، يعني بطبيعه الحال باش يكونوا ناجحين في الدراسه خصهم ضرورة يعني أنه يكونوا كذلك منخرطين في العمل الجمعوي، في التطوع، في معرفة الآخر، في يعني المشاركة في الأنشطة اللي هي جد مهمة، اللي كتعطيهم واحد الثقة في النفس. كالمسرح مثلا هنا كيديروا عاوتاني، كاين هناك تنمية ديال العقل ديالهم بالطريقة ديال الشطرنج. كاين هناك يعني عدد ديال الأنشطة الموازية من بينها، يعني كما شفتوا هاد الأمريكيين اللي جاوا يداروا معاهم المهارات الحياتية عن طريق الرقص، واللي تعلموا فيها عدد ديال القيم اللي هما تيعرفوها، ولكن اليوم باش تدخلوا لهم بأنه هذه الحياة ديال الإنسان، يعني كلها فيها عقبات، فيها صعوبات، ولكن خصهم كيفاش يتخطوا الصعوبات باش يتخطوا، انهم يثقوا بنفسهم، انهم يتحملوا المسؤوليه، انهم ما يتكلوش على الاخرين، ما يكونوش اتكاليين، بالعكس خصهم هما ينوضوا ياخذوا مبادره، وانه عندنا قاده تبارك الله في الشباب اللي يمكن لهم يهزوا الرايد المغرب، اللي يمكن لهم يزيدوا البلد القدام، يعني ويمكن لهم ينتجوا ويكونوا يعني مشاركين ومساهمين في التنميه ديال البلد ديالهم. وهذا اللي كتعطيهم، هذا جد مهم، يعني كنهتموا يعني بالانسان، يعني بالبشر اكبر، يعني اكثر حاجه من المواد اللي كنشوفوها. وهذه المواد اللي كنعملوها مثلا كالرياضه هي تربيه، ولكن يعني كنديروا التربيه والتاسيس عن طريق كرة السله مثلا، كنعملوا عدد ديال القيم اللي كتعطي لهم عن طريق الترفيه مثلا، فيها موسيقى، فيها رقص، فيها عدد ديال الانشطه. والحمد لله كنشوفوا النتيجه، شفتوها اليوم، صوره قصد كانت جد معبره، فيها قيم اللي تعطات اليوم، فيها مسرحيه اللي كتعبر على الشاب المغربي والطفل المغربي اللي تخلى على كل شيء، واللي الان كيصبح بانه تيقول بانه ما عندي ما ندير في هذه البلاد، ومع انه كاين كل شيء في هذه البلاد، هذا غير هو ما تعلمش كيفاش هو انه يساهم يعني في التنميه ديال البلد، انه يساهم يتعلم ويقرا ويدرس، وانه بالتربيه والتعليم يمكن له يبدل عدد ديال المسائل في الحياه ديالو هو، ويمكن له يتقدم لقدام. والقيم الانسانيه هي عالميه، يعني اليوم اللي كنشوفوا اليوم اللي كيهضر مثلا شون من امريكا، ويهضر مثلا على تحمل المسؤوليه، على القياده، يعني نفس الشيء بالنسبه لنا هنايا اليوم، تيشوف بانه الشباب اليوم كلهم يعني مع الاسف تخلى على بعض القيم، لانه كاين هناك واحد الاحباط اللي كدخلناه فيه، واحد الاحباط انه كل شيء صعيب، وانه كل شيء يعني ما تيدارش بسهوله، وانه كل شيء يمكن لك غير كما كنقولوا بالتدخلات، وهذا مع الاسف هذا الشيء. ما احنا نشوفوا الجهه الاخرى، علاش احنا ما نصحوش هذا الانحرافات اللي هي كاينه؟ القيم كلها كيف ما مشيتي، عندنا هنايا دابا كوريين، عندنا امريكيين، عندهم نفس القضيه، نفس المشاكل، نفس التطلعات، نفس يعني الاحباطات، نفس يعني العقبات، نفس
بلي عندنا حنايا عندهم تاهما وكلهم تيعملوا جاهدين كذلك باش يتخطاو هاد الصعوبات باش يكونوا يعني مواطنين صالحين وباش يحسنوا الوضعيه ديالهم، باش يتحسن الوضع ماشي بالخارج ديال المدرسه بل بين المدرسه بالتربيه في الدار بالتكوين فهمتي بالايمان وتامن بداكشي اللي كتعمل، لانه حنا هذا هو الهدف ديالنا وهذا هو الشعار ديالنا، امن بما تفعل كن قدوه بالفعل لا بالقول ولا تستسلم ابدا، وهذا هو المهم بالنسبه لهم جميعا انهم خصهم يستسلموا فهمتي، ملي كندير لهم كره السله راه كتعرف كندير لهم بانه كذلك كتكون عقبات كيفاش يمكن لهم يتخطوها، ملي كيديروا المصلحه كذلك ياخذوا واحد الثقه بنفسهم كيفاش يمكن لهم يواجهوا الحياه يعني كما هي ويحاولوا يصحوا في ذاتهم هو الاول عاد يمكن لهم يشوفوا الغير وانه الامل موجود فهمتي، خصهم غير يثقوا في نفسهم.